هنلاحظ في وضع الصالون اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ان هو مش محطوط متوازي او متعامد مع الحوائط المحيطة بيه. يعني هنلاحظ ان الجدارين المحيطين بالصالون طبعا متعامدين، وان كان ده مش لازم في كل البيوت، يعني في بيوت فيها زوايا وفيها اركان وفيها دورانات، لكن الصالون هنا محطوط بزاوية شبه على 45 درجة او 30-60، وده مهم جدا في وضع وحدات الاساس. يعني في الريسبشن اللي احنا بنتكلم عليه ده عشان هو مفتوح مع على بعضه مش حاطين فيه اساس كتير علشان ما نعملش نوع من انواع الزحمة او ان الحاجات تخبي بعضها. كل حاجة عشان تبان لازم نديها وضعها ونديها البعد الرابع بتاعها. ايه هو البعد الرابع؟ ان انا بشوف الحاجة وانا بتحرك. يعني في البعد اللي هو 2 دايمنشن ان انا الحاجة دي ليها طول وعرض، وفي 3 دايمنشن طول وعرض وارتفاع او حجم. البعد الرابع هو ازاي انا بشوف الحاجة دي وانا بتحرك. يعني انا داخل من مدخل الفيلا، شفت الصالون ده قدامي، شفته بأني زاوية، وببتدي اتحرك حوالين الصالون ده، بتحرك حواليه ازاي، وكل ما بتحرك كل ثانية بشوف ايه. هو ده اللي احنا بنسميه البعد الرابع. مهم قوي وانا بدرس وضع الصالونات ان انا ما بحطهاش موازية للحوايط، خصوصا ان انا ما عنديش هنا فرش كتير او المكان مش كراودد يعني. فحطينا الصالون بزاوية، ده نوع من انواع العرض الكويس للموبيليا بتاعتنا. الحاجة التانية ان اللي قاعد على الكنبة مكان ما انا قاعد كده مش شايف قدامه زاوية قايمة، لا انا شايف الريسبشن بتاعي بالورب او دياجونالي، وده بيديني فيو اكبر. يعني انا لما ببقى قاعد باصص على الحيطة اللي في المواجهة ببقى شايف مسافة معينة، نقول 8 أو 9 متر، لكن لما ببقى قاعد وباصص بالزاوية يبقى انا شايف مساحة اكبر قدامي. زائد ان البرسبشن او الفيو اللي انا شايفه، انا شايف صالون وشايف نيش وشايف سفرة، ده بيتيح لي رؤية اكبر، وده بيساعدني ان انا ما زودش في وحدات الموبيليا او الاساس، وفي نفس الوقت بيديني شكل اشيك في المكان ككل. الصالون التاني اللي بنشوفه النهاردة في نفس المكان اللي احنا فيه والمقابل للصالون الاولاني، صالون متكون من كنبة واتنين برجير. هنا في اختلاف شوية ان الكنبة والاتنين برجير معمولين بنفس الطراز اللي هو القيمة البسيطة اللي باينة، الكنبة كوربي والاتنين برجير الخشب بتاعهم باين، الاسطر واحد زي ما اتكلمنا قبل، البيت كلهم او ست البيت في اعداد الطعام، في الغسيل، في ادوات النظافة، فطار، ما بين الوجبات شاي قهوة اي مشروبات. المطبخ ده يعتبر روح البيت كله، ومهم ان هو يشيل كل المتطلبات الاساسية في البيت، ان هي ما نضطرش نحط الحاجات دي بره المطبخ. العناصر اللي يجب توفرها في المطبخ هي البوتاجاز بالفلتر بتاعه او الشفاط، طبعا حوض المطبخ اللي هو مصدر المية سواء لإعداد الطعام أو لغسيل بعض الأشياء، التلاجة مهمة جدا إن هي تكون موجودة في المطبخ عشان تخزين الطعام، لو التلاجة مش كافية بنضيف عليها ديب فريزر، غسالة الصحون، وإذا توفر مكان في المطبخ بنزود غسالة الملابس والمايكروويف او الفرن الكهربائي. دي العناصر اللي مهم توفرها في اي مطبخ يكون مساحته تسمح بالحاجات دي. طبعا كل عنصر من العناصر او الاجهزة اللي احنا بنحطها اتكلمنا عليها في المطبخ دي ليه مكان المفروض ان هو يكون نظريا موجود فيه. يعني مثلا التلاجة مهم قوي ان هي تكون قريبة من الباب بتاع المطبخ، سواء الباب اللي جنب المدخل او الباب الخدمة لو كان المطبخ ليه مدخلين زي الوضع اللي احنا فيه. ليه؟ لانه قد يكون حد محتاج اي حاجة من التلاجة فبيدخل المطبخ ياخدها
ويطلع تاني. فلو التلاجة محطوطة بعيد هيبقى في نوع من انواع الكروس سيركليشن او التعارض في حركة جوه المطبخ. فبنحط التلاجة قريبة قوي من المداخل. الحوض اللي في المطبخ مهم قوي ان هو يكون قريب من مصدر اضاءة علشان وجود ست البيت قريب منه او على الحوض ما تحسش بالملل. زائد ان انا اضيف جنب على جنبين الحوض الغسالات اللي هي غسالة الملابس وغسالة الصحون. ده طبعا سببه ان انا اوحد مصادر التغذية والصرف، ما يبقاش عندي خط مواسير ماشي لافف جوه المطبخ، يبقى كل الحاجات دي سيلف كونتين في مكان واحد. البوتاجاز ملوش مكان محدد، يعني لو احنا بنعمل البوتاجاز بفلتر زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده او هود، المدخنة دي اسمها هود، هي بالفلتر، هي بتاخد الأبخرة وبتفلترها جوه الهود ده، وفي فلاتر بتتنضف كل فترة، فده بيشتغل لان هو بيمنع وجود الأبخرة او الزيوت ان هي تطلع بره الشقة. لو مفيش هود او فلتر بنحط البوتاجاز على حيطة خارجية، يعني يكون في براها جدار خارجي عشان اقدر احط شفاط برضو يمنع خروج الأبخرة والروايح جوه الفيلا. المطبخ اللي قدامنا ده مطبخ روستيك. يعني ايه مطبخ روستيك؟ اللي هو بنبص له نحس ان هو شايفين الخشب قدامنا على طبيعته بلونه، ممكن نغمقه شوية، ممكن نفتحه شوية، نديله صبغة، لكن هو مور اور ليس يعني الخشب على طبيعته. طبعا الاخشاب الروستيك دي ليها كذا نوعية تشطيب. اللي احنا قدامنا ده مطبخ متشطب بوليستر مط. بنختار طبعا الاكسسوارات بتاعة المطبخ متمشية مع الطبع بتاعه. يعني لو انا بعمل مطبخ روستيك زي ده المقابض بتاعته بختارها تبقى اوكسيدي او نحاس او خشب او ستانلس ستيل، حاجة تكون متمشية مع الجو بتاع المطبخ او الطراز بتاعه. مهم قوي في المطبخ ان هو يستوعب كل احتياجات الاسر. يعني مثلا الاطباق وادوات الطعام زي الشوك والمعالق النابكنز دي كلها المفروض ان هي تبقى موجودة في المطبخ للاستعمال اليومي والاستعمال العزايم. مهم قوي في المطبخ قريب من الحوض او قريب من الغسالات ان انا الاقي مواد التنظيف اللي هي الصابون، سواء صابون الغسالة او الصابون السائل. مهم كمان ان انا الاقي مكان احط فيه باسكت المخلفات، ما تبقاش الحاجات دي كلها خارج الوحدات بتاعة المطبخ. زي ما احنا شايفين المطبخ مستوعب كل الاجهزة بيلت ان، يعني الاجهزه داخله جوه الموبيليا، حتى الغساله، حتى الديب فريزر، حتى البوتاجاز، حتى الهود، ان انا باني المطبخ على الاجهزه بتاعتي اللي موجوده. مهم برضو في المطبخ انه يبقى فيه وحدات تكون زجاجيه، بحط فيها الادوات اللي انا بستعملها بس اللي هي شكلها يكون مقبول او محبب، زي المجات، زي الاطباق لو ليها شكل معين، اطباق الخشاف، الحاجات اللي زي دي بحطها في وحدات زجاج وممكن تكون مضاءة من الداخل زي ما احنا شايفين. مهم برضو في المطبخ او حاجة بيغفل عنها ناس كتير قوي ان هو يبقى فيه مكان رأسي ما فيهوش ارفف او حواجز داخلية احط فيه ادوات النظافة. المكان ده مهم برضو ان هو يكون قريب من الباب بتاع المطبخ عشان لو حبيت اسحب اي حاجة من ادوات النظافة بسحبها من غير ما اضايق حركة جوه المطبخ. طبعا التنوع في التخزين ما بين درف وما بين ادراج وما بين دواليب ده كله مهم. الوحدات العلوية بنحط فيها الحاجات اللي انا بستعملهاش باستمرار.